بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة، والتي من خلالها سنقوم بتقديم برمجية. بطبيعة الحال هذه البرمجية هي على الجوجبرا، والهدف من خلالها هو حل هذه المعادلة. المعادلات من النوع AX زائد B تساوي CX زائد D. هنا المستعمل يمكنه إدخال أعداد A و B و C و D، ثم عبر مجموعة من الأزرار هنا. بالضبط هناك زراني يمكن استعمالهما. الزر الأول يمكنني من الحصول على حل هذه المعادلة، مثلا هذه المعادلة الموجودة هنا حلها هو ناقص 1/3، ويمكنني عبر زر آخر هنا الميثود يمكنني الحصول على طريقة حل هذه المعادلة. مثلا لاحظوا معي هنا 2x زائد 3 تساوي 5x زائد 4، دونك ستصبح 2x ناقص 5x تساوي 4 ناقص 3. وهنا بعد التعميل بx بطبيعة الحال نحصل على 2 ناقص 5 بين قوسين في x تساوي، وهنا عندما نحسب 4 ناقص 3 نحصل على 1. هنا على اليسار سنحسب 2 ناقص 5 فنحصل على ناقص 3، وتصبح المعادلة على هذا الشكل ناقص 3 x تساوي 1. وهذا يعني بأن الحل هذه المعادلة هو ناقص 1 على 3. سنقوم بمثلا معادلة أخرى، وسأقوم بإدخال أعداد أخرى حتى أرى اشتغال هذه البرمجية. مثلا 2 x زائد 3 سنتركها كما هي، وأقوم بتغيير هنا مثلا السي سأجعلها 2، وأترك مثلا عدد 4 كما هو. دونك لاحظوا معي ماذا سيحدث الآن، و 2x زائد 3 تساوي 2x زائد 4. دونك نعلم أن هذه المعادلة بطبيعة الحال ليس لها حل، دونك غيزود مون إيكواسيون. هنا سيكتب لي نابا دو سوليسيون، دونك هذه المعادلة ليس لها حل. لا ميثود يعني الطريقة. دونك 2x زائد 3 تساوي 2x زائد 4 ستصبح 2x ناقص 2x تساوي 4 ناقص 3. بطبيعة الحال 2x ناقص 2x ستعطي 0x التي هي 0، وعلى اليمين 4 ناقص 3 تساوي 1، وهذا لا يمكن بطبيعة الحال. دونك 0 في x هي 0، و 0 تساوي 1 بطبيعة الحال غير ممكن، وهذا يعني بأن المعادلة ليس لها حل. سنأخذ مثالا آخر، مثلا 2x زائد 3 تساوي مثلا 2x زائد 3. دونك الطرف اليسار هو نفسه المتواجد على اليمين. دونك المعادلة ستصبح على الشكل التالي. دونك ريزود مون ايكواسيون، دونك تو غيال ايت اون راسين دو سيت ايكواسيون. دونك هذه المعادلة تقبل بطبيعة الحال عدد غير محدود من الحلول. دونك الطريقة بطبيعة الحال 2x زائد 3 تساوي 2x زائد 3، دونك ستصبح على الشكل 2x ناقص 2x تساوي 3 ناقص 3. وهنا سنعمل ب x ستصبح 2 ناقص 2 بين قوسين في x التي هي 0x، وعلى اليمين 3 ناقص 3 تساوي بطبيعة الحال 0. وهنا هذه المتساوية هنا جميع الأعداد الحقيقية تحقق هذه المعادلة. وكيفما كانت قيمة x فإننا عندما نضربها في 0 فنحصل على 0، وبالتالي فإن هذه المعادلة تقبل عددا غير محدود من الحلول. يمكننا إدخال أعداد أخرى، ونأخذ مثالا آخر. مثلا في مكان 2 هنا سأضع عدد سالب، دونك ناقص مثلا 7 مثال. في مكان ب الذي هو 3 هنا سأضع مثلا ناقص 11 مثلا. أمر إلى العدد سي مثلا سأضع ناقص ذلك ناقص 9، وفي المكان الخاص بالعدد دي مثلا سأقوم بتغييرها إلى 6 أو 4 إلى كما أريد. لاحظوا الآن حصلت على هذه المعادلة ناقص 7x ناقص 11 تساوي ناقص 9x زائد 4. سأطلب من هذه بطبيعة الحال البرمجية إيجاد الحل، ريزود مون إيكواسيون. ستقول بأن حل هذه المعادلة هو العدد 15 على 2. إذا أردت طريقة إيجاد هذه بطبيعة الحال هذا الحل سأضغط على الميثود هنا، وسأحصل على ما يلي. دونك ناقص 7x ناقص 11 تساوي ناقص 9x زائد 4، ستصبح ناقص 7x زائد 9x. دونك كانت هنا على اليمين ناقص 9x فأصبحت على اليسار زائد 9x. بطبيعة الحال 4 توجد على اليمين، ناقص 11 ستصبح بعد انتقالها من اليسار إلى اليمين ستصبح زائد 11. هنا سنعمل بx فتصبح ناقص 7 زائد x التي هي 2x، وعندما نحسب 4 زائد 11 سنحصل على 15. وأخيرا حل هذه المعادلة بطبيعة الحال هو 15 مقسوم على 2. دونك شكرا لكم، وإلى برمجية مقبلة بحول الله.